السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية أدامها الله ومتعنا بها ورزقنا شكرها والقيام بحقها، وهذا فرع السيرة، وهذا هو الدرس 17 في مدرسة السيرة. ووقفنا مع البصائر التي أعقبت وفاة أم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتبني عبد المطلب أو تولي عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا 7 من البصائر، وهذه هي 8. خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وصفاء القلب ونقاء العقل والضمير نابع من صفاء الأصل، فمن طاب أصله طاب فرعه. سبحان الله، كلام خطير للعمل، مش بنحكي كلام نظري. القضية قضية الأصول. احنا كنا كتبنا ورقة مش عارف راحت فين، اسمها أصول أبناء أولاد الأصول. إن أولاد الأصول أصحاب الأصول، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خير الناس، قال يوسف، خير الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن الناس تسألوني. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن، الناس معادن. في ناس زول كده ذهب، وناس زبالة ورق صفيح. الناس مش زي بعضهم. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. معادن اللي هي في ابن أصول، عارف الأصول، عارف من أول كلمة عيب ما يصحش غلط، قبل ما يعرف حرام وحلال. ابن الأصول في حاجات ما ينفعش أنا أعمل كده، ما ينفعش أنا أقول كده، ما ينفعش أنا أبقى كده، ما ينفعش أنا أقعد القعدة دي، ما ينفعش أن أنا أصاحب الناس دي، ما ينفعش. هي كده سيدنا يوسف قال لهم كده، قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ها؟ ما كان لنا أن نشرك، ما كان لنا أن نشرك، يعني ما ينفعش إن احنا نشرك. ده أنا ابن إسحاق ويعقوب وإبراهيم، أنا ابن إبراهيم ابن يعقوب وإبراهيم، ابن يعقوب وإسحاق وإبراهيم، دول أصولي. فابن الأصول العالية ما ينفعش يعمل حاجة تشينه تضره أصله، ما يقدرش يعملها. ما بينفعش يغلط، حتى لو جاي يغلط تطلع صح، ما بيغلطش. الأغلاط التي تشين، ما أقصدش ما بيغلطش خالص معصوم، لا، وإنما ما بيغلطش الأغلاط اللي تشين
وجه أصله، يعني ما يقولش ألفاظ قبيحة، دي مش لغته في الكلام، ما يخونش، ما يكذبش، ما يسرقش، لأن الحاجات دي مشينة. هو طالع غني وعينه مليانة وشبعان، مش متطلع ولا حاقد ولا حاسد، هي دي ضوابط أخلاقه. فخيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وصفاء القلب ونقاء العقل والضمير نابع من صفاء الأصل، اللي صح أصله صح فرعه، فمن طاب أصله طاب فرعه. 9، النسب الرفيع والأصل العريق لا تنكر عليه الصدارة والسبق إلى كل نبل وشرف. يبقى اللي نسبه عريق وأصله رفيع له حق الصدارة، له حق أنه يتصدر، له حق أنه يبقى هو اللي قدام، هو اللي يقود، هو الكبير، هو اللي يقول. ليه؟ ما هو اللي متربي في بيت أصول اتعلم الأصول، اللي متربي في بيت أب وأم وعيلة ليها خبرة اتعلم الخبرة، الحياة دي خد الخبرة، فله حق الصدارة، له حق يقول، لأنه يعني اتعلم وتربى وسمع، غيره ما سمعش ولا شاف. 10، السماء والأرض والدنيا وما فيها ما هي إلا وسائل مسخرة لإتمام قدر الله وإبلاغ نعمة الله إلى من اصطنعه الله واختاره واجتباه. فطوبى وبشرى عبد أحبه الله واصطفاه. الله 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 الله. اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا، فرج عنا ونجنا وعافنا. السماء والأرض والدنيا وما فيها أسباب بيد الله يسخرها لمن يشاء. سبحانه وتعالى عليم قدير، عليم بقدرة وقدير بعلم. فسبحانه وتعالى حين يعلم أن فلانا يستحق يقدر أن يعطيه ما يستحق، قادر قادر عليم جل جلاله وقدير، فيعطي ويسخر ما شاء لمن شاء. إبلاغ نعمة الله، توصيل نعمة ربنا إلى من اصطنعه الله واختاره واجتباه، قادر. فطوباه وبشراه عبد أحبه الله واصطفاه، هيسخر له الدنيا وما فيها. 11، ماء زمزم، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم افتح لنا أبواب الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، اللهم مكننا من الحج والعمرة. ماء زمزم ماء مبارك له أثر عظيم في الطهارة الحسية والمعنوية، لذلك غسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة شق الصدر. 12، الاصطفاء والاستعمال لإنجاز المهمات العظيمة باختيار الله العليم الحكيم، فتوسل إلى الله أن يستعملك ويؤهلك. برضو دي نقطة مهمة، إنك أطلب، قول يا رب استعملني، يا رب اختارني واصطفني، يا رب اجعلني من أوليائك، يا رب اجعلني من خدمة دينك، يا رب اجعلني من حملة أمانتك، يا رب استعملني في تحقيق مرادك في خلقك. اتعلم انك تطلب حاجات عالية. 13، لا يعلم أقدار النفوس إلا بارئها، فلا تحتقر أحدا
ولا تغتر، ما تحتقرش حد، انت ما تعرفش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر لا يؤبه له، لا يؤبه له يعني تزدريه العيون، لا يؤبه له، ما حدش يعمل له حساب، لو أقسم على الله لأبره. عارفين قصة إن واحد مر، ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إذا نكح، إذا استنكح أن ينكح، حري إذا طلب أن يعطى. جه الثاني قالوا لا، ده حري لا تفتح له الأبواب. قال والله إن هذا خير من ملء الأرض من هذا. أنت ما تعرفش أقدر الناس، ما تعرفش ده إيه وده إيه ومقامهم عند ربنا. وما تغترش، ما تتغرش بنفسك، لا تغتر ولا تتكبر، وإنما تواضع وانكسر فبذلك ترتفع. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. 14 وهي الأخيرة، ليكمل يقينك ويثبت اعتقادك بلا ريب أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا مطلقا. صلى الله عليه وسلم من يوم أن خلق الله آدم إلى أن ولد أشرف الناس نسبا، وأكملهم خلقا وخلقا، ولن يستطيع أحد من البشر مهما بلغ أن يبلغ مبلغه ولا أن يدرك منزلته. وأيضا لن ينال منه أذى المؤذين والاستهزاء المستهزئين، ما كان ذلك ولن يكون. قال الله إنا كفيناك المستهزئين. قال تعالى فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. ما كان ذلك ولن يكون. قال الله عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. توكلنا على الله. فصل جديد في مدرسة السيرة، وهذا فصل أيضا فيه عمق في تحرير وتحقيق حملة الرسالات وحملة المهام العظيمة. لماذا نشأ النبي يتيما؟ أو ما الحكمة في أن نشأ النبي يتيما صلى الله عليه وسلم؟ كان هذا لحكمة عظيمة، أو إن شئت فقل لحكم عديدة جليلة. منها أولا أن الله أراد أن ينشأ رسوله، إن الله أراد أن ينشأ رسوله صلى الله عليه وسلم يتيما يتولاه هو سبحانه وتعالى وحده بعنايته، بعيدا عن الذراع التي تمعن في تدليله والمال الذي يزيد في تنعيمه، حتى لا تميل به نفسه إلى مجد المال والجاه. دي نقطة مهمة أوي، نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا، إن الولد اللي بيلاقي حد يدلعه، يدلعه ويدلله ويدافع عنه ويصحح أخطائه ويجيب له كل اللي هو عايزه ويوافقه في كل مطالبه ويحرص على، بيعيط ليه؟ بتبدي وجعني، اجري الدكتور. ده مش هيبقى راجل، مش هيبقى راجل يعتمد عليه ويشيل، وإنما الرجل اللي محتاج من أول عمره، من أول ما بلغ 4 سنين ووقف على رجليه وبدأ يفهم إنه يعلم إنه هو راجل وإنه يتحمل مسؤولية. مش كل حاجة نفسه فيها تيجي، في حاجة اسمها لا، التربية بالمنع. لا، سيدنا عمر كده وقف لأهله لزوجته
لا، أو كل ما اشتهيتم اشتريتم، وكل اللي نفسك فيه تجيبه. لازم يبقى فيه ضوابط. احنا قلنا كده بيوت الأصول لها أصول، لازم فيه ضوابط في النوم، بينام امتى وبيقوم امتى، ضوابط في الأكل والشرب، بياكل امتى وياكل ايه وما ياكلش ايه، ضوابط للخروج، بيخرج امتى ويروح فين وكل قد ايه ويرجع امتى ويعمل ايه، ضوابط في الكلام، في الفاظ ما ينفعش تتقال ولا تسمع، ضوابط في استعمال الاشياء الحديثه، التليفون والكمبيوتر واللابتوب والايباد والكلام ده كله، ضوابط عشان تربي راجل يطلع يتحمل امانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ربنا اراد ان هو يكون رسول، ولد من غير اب عشان تطلع فيه كسرة اليتيم دي. حلوة ومهمة، مهمة لأنه هيقود أمة، لازم يكون رحيم عليهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فطلع يتيم وشوية واتخذت من أمه، أو وشوية و ماتت أمه، وشوية ومات جده، فأحس إن الدنيا فاضية حواليه، قايم يصارع الحياة بنفسه واحدة، عند عم له 11 ولد، عنده أبناء كثيرين جدا، فطالع في وسط غابة من الأولاد، يدوبك يطول يأكل حاجة في وسطهم. تربية تنشئ الرجال، مش الدلع والتدليل والترف والفلوس والمصاريف بغير حساب. حتى لا تميل نفسه إلى مجد المال والجاه. في إنسان من أهل الأصول يطلع يكبر ينمو معتمدا على ماله وصيت والده. الرسول صلى الله عليه وسلم مات والده ومات جده، وانتهت زعامة قريش بموت عبد المطلب، يعني انتهت زعامة قريش في بني هاشم بموت عبد المطلب. أبو طالب ما كانش له المكانة اللي كان ليها عبد المطلب. حتى لا تميل نفسه إلى مجد المال والجاه، وحتى لا يتأثر بما حوله من معاني الصدارة والزعامة، فتلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا، وحتى لا يحسبوه يصطنع الأول يصطنع النبوة ابتغاء الوصول إلى الثاني الصدارة والزعامة. جم قالوا له كده، إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال وجعلناك أغنانا، إن كنت تريد السؤدد سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا. ظنوا كده أنك عايز ملك، عايز تبقى سيدنا، عايز فلوس. هنا قال لهم لا، أنا مش عايز حاجة من دي كلها. وصدق، صدقوه. ليه؟ لأنه أصلا ما كانش فيها، ما كانش معاه وبيدور عليها صلى الله عليه وسلم. فلقد كانت المصائب التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته بقدر الله أيضا، كموت أمه ثم جده بعد أن حرم عطف الأب، وذاق كأس الحزن مرة بعد مرة. كان كل ذلك من صناعة الله له، فقد جعلته تلك المحن رقيق القلب مرهف السمع، فقد جعلته تلك المحن رقيق القلب مرهف الإحساس، فإن الأحزان تصهر النفوس وتخلصها من أدران القسوة والكبر والغرور، وتجعلها أكثر رقة وتواضعا. نعم، إن الإنسان ليبحث عن الرقة والتواضع فيجد أن المال والشهوات
والدنيا تجعل الإنسان أكثر قسوة وغلظة وغفلة. أما الأحزان والابتلاءات والمحن هي التي تصهر النفوس وتخلصها من أدران القسوة والكبر والغرور. وأحيانا زي ما قلنا النهاردة إن اللي من فوائد المحن أنها تردك إلى الله، تكسرك. أحيانا اللي ما بينكسرش بسهولة ربنا بيبتليه بالعظائم ليكسره رغم أنفه. اللي ما بينكسرش اختيارا ربنا بيكسره اضطرارا إذا أراد له الخير. وشوف اللي جاية دي بقى. وأعلم أيضا أن وفاة والديه في العشرينيات من حياتهما ليست ناشئة عن هزالهما أو ضعف بنيتهما، كلا، لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم قط سليل أبوين سقيمين، إنما توفاهما الله بعد أن قام بالمهمة التي وجد من أهجلها، وهي إخراجه إلى هذه الدنيا فقط، وكأنهما قد خلقا لذلك. سبحان الله، في ناس كده، في أشياء كده ربنا بيبقى خالقها لمهمة معينة، إذا انقضت مهمتها انقضت. هي دي شغلة رب. كأن الله خلق عبد الله وآمنة فقط لينجب محمد صلى الله عليه وسلم، بس وخلصته، موتوا بقى، انتهينا، انتهت مهمتهما. كتير قلت الكلام ده، ان السيدة مريم عليها السلام ربنا خلقها لمهمة، ان تلد عيسى، وفرغها لا زوج ولا أولاد تانيين ولا أي شيء، هي بس لتنجب عيسى وتربيه، خلصت. سيدة عائشة رضي الله عنها كأن الله خلقها لتتزوج النبي وتبقى حبيبته، مفيش أولاد، مفيش حد تاني، تتفرغ هي لحبه وإعطائه هذه الجرعة من الحب والحنان التي يحتاجها الشخص، وخصوصا القائد اللي يحتاج الجانب ده، إشباع الجانب العاطفي الغريزي في حياته، يبقى محتاج حد الحته دي. وجدها في عائشة، عشان كده لما جت السيدة فاطمة قال لها لا تكلميني فيها. فلذلك في ناس كده ربنا بيخلقهم لمهمة معينة، أدوا المهمة خلصت. كذلك هناك أشياء ربنا بيعطيها لك لمهمة معينة، صحة معينة، قوة معينة، آلة معينة، عربية، فلوس، بيت، ربنا بيديك حاجة معينة، الحاجة معينة دي عشان يسندك في بيها في مهمة معينة، وبعد كده بياخدها. لذلك ينبغي أن نفهم دي من سنة الله في الحياة، أن كل إنسان أو وكل شيء خلق لأداء مهمة معينة، بس المهم ان انت تفهم مراد الله، انك تفهم مراد الله منك وفيما اعطاك. كل معطيات الله ليك دي ابتلاء وفتنة ومحنة. اما يتمه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، اما يتمه هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فليتأس به كل من فقد والديه أو أحدهما وهو صغير، وأيضا ليكون أدبه صلى الله عليه وسلم وخلقه مع يتمه دليلا، ليكون أدبه صلى الله عليه وسلم وخلقه مع يتمه دليلا على أن الله تولى رعايته وتأديبه وحده. ربنا اللي أدبه ورباه
وعلمه. حدش لم يتدخل في... ما حدش تدخل في ذلك أبدا. فلم يتدخل في ذلك أحد بتشكيل فكر أو صياغة هوية. كان ذلك أيضا حتى ينشأ قوي الإرادة، ماضي العزيمة، يطلع راجل قوي، مش مايص ولا تافه ولا ضعيف ولا متواكل ولا قوي الإرادة، ماضي العزيمة، غير معتمد على أحد في شؤونه، يقوم بمهمته بنفسه ويتحمل مسؤوليات كبيرة أكبر منه، وحتى لا يكون لأبويه أي أثر في دعوته. يعني تخيل أنت صليت على الرسول، تخيل أنت لو إن أبوي النبي عايشين وهو بقى نبي، والمشركين ضغطوا عليه بأمه، هيبقى ايه الموقف؟ ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذن لازقناك ضعف الحياه وضعف الممات. فلذلك كان وفاتهم لحكمه، انه ما يضغطش عليه بابوه وامه بعد كده. مفيش حد يضغط عليه في دعوته. لما أحس إن عمه هيخذله بكى، بكى. وكان ذلك أيضا حتى ينشأ قوي الإرادة، ماضي العزيمة، غير معتمد على أحد في شؤونه، وحتى لا يكون لأبويه أي أثر في دعوته، وحتى لا تتدخل يد بشرية في تربيته وتوجيهه، فيكون الله وحده هو الذي يتولى تربيته، ولا يتلقى أو يتلقن من مفاهيم الجاهلية وأعرافها شيئا، إنما يتلقى من لدن الحكيم الخبير ابتداء. فالله آواه، والله هيأه وصنعه، والله سخر له ويسر له. سخر له جده وعمه لتهيئة الجانب المادي فقط، ليكفوه هم جانب المادة الفلوس، يوكلوه بس، بينما كانت التربية النفسية والخلقية والفكرية تعهدا ربانيا، رعاية إلهية تامة به صلى الله عليه وسلم. يعني كان عم وجده بس بيوكلوه، أما تهيئة نفسيا وخلقيا وفكريا كل ده كان صناعة ربانية. محمد صلى الله عليه وسلم يواجه الحياة. مات أبوه، ثم ماتت أمه، ثم مات جده، وانتقل محمد صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب. وكان أبو طالب رجلا كثير العيال قليل المال، ولم يكن أيضا أبو طالب صاحب ذلك المنصب وتلك الهيبة التي كان يتبوأها عبد المطلب. وبانتقال محمد صلى الله عليه وسلم إليه، كان عليه صلى الله عليه وسلم أن يواجه الحياة، وكان عمره إذ ذاك 8 سنين. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنين. 8 سنين ده زي ولد عندنا في زماننا ده في تانية ابتدائي. شوف بقى ولد كده 8 سنين في وسط الأولاد دول كلهم لأبي طالب، وحاسس ان لا ده ابوه ولا دي امه ولا ده اخوه ولا دي اخته، ده هو كده ايه لوحده. احساس عجيب جدا.
وخطير جدا وكبير جدا. أنا مش عارف كان النبي صلى الله عليه وسلم عايش بالمعنى ده إزاي، إن هو لوحده. لا شك إنه 6 سنين حين ماتت أمه كان مدرك، فأمه فهمته إن أبوه مات. وأيضا لما كان مع أمه حين ماتت وكانت معاه حاضنته أم أيمن وماتت وهو معاها، فأكيد سأل أم أيمن إيه؟ قالت له ماتت. يعني إيه ماتت؟ خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في الجو ده اللي ربنا أراده ليه إنه يصنعه بيه. طب إذا قلنا إن عمه وجده كانوا بيكفلوا له المال الأكل والشرب والرعاية بس، أما الصناعة الفكرية والعلمية والخلقية والشعورية دي كانت صناعة ربانية، طب إزاي ربنا علم النبي؟ هنا بنقول إيه بقى؟ وكما اعتمدنا منذ البداية في هذا الكتاب أن ننظر في الأسباب التي أعدها الله لنزول الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فتعالوا لننظر كيف علم الله النبي محمدا. نؤجلها إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.